هذا مو مال ذبان، هذا مو مال صراصير ولا هو مال حشرات، هذا مال دلدق، مال أباط. عرفت؟ لا تضحك، صحيح. الكويت بلد حار، بلد جماعة يضحكون من الاستديو. البلد الحار المفروض أن يكون دلدقك أباطك نظيف، تركب أسانسير ساك خشمك، تركب باص ما تقدر تحرك، زحمة العالم يبشح الحكي هذا. رجاء، هذا ترى ما يستعملون الديودرن هذا الريحة الجزكية هني على وصاخة، مو تطلع سيارة ايدك من السيارة واذا ضرب فيها الهواء ونشف تحسب نشف، لا هذا شيء تروالي يمد الوسخ، يبي له بس دقيقة ويطلع الريحة صك مرة ثانية. رجاء استحم اول، نظف نفسك، الاستحمام ضروري جدا، واذا في الصيف المفروض يوميا، اذا مو يوميا يكون على الاقل مرتين أو يوم بعد يوم، لكن هذا ترى ظريف. أنا الحين ما قاعد أسوي دعاية له، الحين بتقولون لي إن هذا لا يكون وكيل، طيب والله إني ماني وكيل ولا يحزنون، لكن تأكدوا إنه هذه الأشياء يمكن ناس ما تعرف استخدامها، وسبحان الله وبعض الناس